أهلا بيكم في تغطيتنا اليومية ترندات نص الليل، ودي التغطية اللي بنجمع فيها يمكن للناس اللي بتصحى الصبح بدري أهم الحاجات اللي فاتتهم وهم نايمين، والحاجات كمان اللي شغلت بال رواد الإنترنت في مصر وأصبحت ترند. أهلا بيكم. سعد سمير ترند، وده بسبب مبادرته للنادي الأهلي. طبعا سعد سمير مدافع النادي الأهلي بلغ المسؤولين في النادي إنه موافق على عرض فيوتشر أف سي لاستعارته في الموسم الجديد. كمان كان سعد سمير طلب مهلة من مسؤولين النادي الأهلي لحد يمكن امبارح الحد أو أول امبارح عشان يرد على العرض اللي تقدمت بيه إدارة النادي الصاعد حديثا للدوري علشان يعني يضمه. مسؤولين كمان النادي الأهلي منحوا سعد سمير حرية الرحيل عن النادي سواء بشكل نهائي أو حتى للإعارة لنادي آخر خلال الموسم الجديد، يمكن بعد ما تلقى هو عدة عروض مختلفة من أندية الدوري الممتاز تقديرا لدوره مع المارد الأحمر، يمكن كأحد كباتن القلعة الحمراء بعد رحلة طويلة بالتأكيد داخل النادي الأهلي. كمان كان سعد سمير يعني اقترب من الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسمين لنادي فيوتشر اف سي بالفعل. طيب ننتقل لي يعني احد الاخبار الثانيه كمان هي ترند الاسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، هو ترند كمان بعد ما ذكرت تقارير اعلاميه اسرائيليه انه زكريا الزبيدي اعيد اعتقاله بعد هروبه من سجن جلبوع شديد الحراسه زي ما كلنا تابعنا في شمال اسرائيل الاسبوع الماضي. هيتم نقله لمركز طبي في حيفا لتلقي العلاج، ويعني حسب ما قالت صحيفة يدعوت أحرنوت هذه الصحيفة العبرية أو الإسرائيلية أنه من المتوقع وصول الزبيدي اللي بيبلغ من العمر 45 سنة لمركز رامبام الطبي، ويعني هذا القائد الزبيدي السابق لكتائب شهداء الأقصى ويمكن هو كمان عضو المجلس الثوري لحركة فتح هو واحد من الأسرى الستة اللي تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الأسبوع الماضي، لكن كل أسف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تمكنت خلال اليومين اللي فاتوا من إلقاء القبض عليه هو وثلاثة آخرين من حركة الجهاد الإسلامي. نروح للفن. هنا ازدهت كمان ترند والسبب حوار دار بينها وبين أحمد فهمي طبعا زوجها على بوست هي كانت كاتباه على حسابها الشخصي على فيسبوك، هي كانت كاتباه الحمد لله على كل شيء يعني حاجة شبه كده، ففهمي قلب الموضوع لهزار ودعابة، دخل وكتب لها في ايه هو احنا انفصلنا وانا مش عارف ولا ايه. طبعا الموضوع ما وقفش لحد كده، يعني الموضوع بدأوا يعني يتبادلوا التعليقات بالهزار. ممكن واحدة من تعليقات أحمد فهمي معدية الألف إيموجي لأنه الناس متفاعلة مع الحوار اللي داير بينهم. من ضمن الفنانين اللي دخلوا يعني اللي دخل يعلق على الحوار اللي ما بينهم محمد كيلاني، فنان محمد كيلاني دخل وكتب اللي هو بيشرح له انه الحمد لله على كل حاجه حتى لو حاجه وحشه. كتير من الاصدقاء دخلوا يعلقوا بي يعني بهزار على الموضوع، وده بالمناسبه مش الحوار الاول الساخر يمكن بين الثنائي احمد فهمي وهنا الزاهد، سبق وكان في برضه من ايام يمكن قليله كان في برضه تعليقات بينهم لطيفه على صورهم اللي نشرها كل منهم على حسابه الشخصي على انستغرام. فهمي كان نشر صوره من اجازته الصيفيه في نويبع، وهنا تقريبا دخلت علقت له على الصوره خلي نويبع تنفعك، نفس الفكره فهمي لما هنا نشرت صوره على حسابها على الشخصي على انستغرام برضو من اجازتها في الساحل الشمالي كتبت على الصوره احدى التعليقات فهو كتب لها خلي الساحل ينفعك. طيب مستمرين في الفن برضو. امبارح تامر عاشور كان ترند ايضا. تامر عاشور كان يعني ضيف مع عمرو اديب في حلقه امبارح، والحقيقه انه في حاجه مهمه ان هو رد على السؤال الاهم اللي هو مكرر ومعاد، ليه تامر عاشور طول الوقت بيحب يعمل اغاني حزينه؟ هو رد على السؤال ده في هذا اللقاء، ويمكن في بدايه الحديث اكد انه بيميل الاغاني الحزينه اكتر لانها بتمس القلب والعقل. هو شايف ان دي يعني بتعيش اكتر مع الجمهور او المستمع، واكد انه يعني هيعمل نوعيات جديده من الاغاني اللي يمكن برضو فيها الفكرة انها بتمس القلوب. وطبعا كان اصدر مؤخرا كمان تامر عاشور اغنيه بقول عادي، الاغنيه دي نجحت جدا سجلت اكتر من 18 مليون مشاهده على يوتيوب، ويمكن كان ظهوره مع عمرو اديب يعني كان ترند وشغل كثير من الناس. طبعا الحلقه كان فيها كثير من الاغاني اللي غناها اللي غنوها سوا وحتى هو غناها لوحده والناس تبعتها ويعني نال استحسانهم ظهوره جدا في هذه الحلقه. احنا كده خلاص نهينا كل الترندات الاهم اللي الناس تبعتها على السوشيال ميديا. شكرا للمتابعه، لازال مدينة اللذيذ يعني على تلفزيون الروم السابع تغطيات ممتده ونشرات اخباريه. اسعدكم تتابعونا، الى اللقاء.